السلام عليكم خواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله خواتاتي غنشارك معكم الطريقه ديالتي ديال الحامض كيفاش غنرقدو. نتمنى من الله تعجبكم الطريقه وتجربوها ان شاء الله، راه ناجحه 100% بالخاص البنات المبتدئات. نوريكم الطريقه ديالتي كيفاش نرقد الحامض، طريقه زوينه وناجحه 100% ان شاء الله، وغادي تعجبكم من اول مره ترقدوا الحامض، غادي يصدق لكم وما غاديش تخسر لكم، واللون تبقى عندكم حتى العام، يضرب عندكم العام وينجح معاكم الحامض. انا راه كان عندي ما بقاش ساله، ودابا انا غادي نرقدو، هانتوما غتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي ندير الطريقه، وتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله ملي تبقاو تصايبوا تنجح معاكم الطريقه وغتشكروني عليها. جربوا وغتشكروني عليها ان شاء الله. صافي، هنا تنجيب هذا الاناء، فاش غادي تنحيدوا ليها هذا الراس بحال هكا، شفتوا ها هو، تنضربوها بحال هكا على اربعه، ما نوصلوش لتحت بحال هكا. طريقه زوينه، غنعطيكم جوج طرق، والثالثه هي كيفاش تخزنوا عصير الليمون، حتى هي غنعطيها لكم، غير تابعوا بشويه بشويه. الحامض عندي شريت واحد الصندوق ديال الحامض وغسلته ليله كامله وخليته تسقطر مزيان، ودابا انا غادي نشارك معكم الطريقه ديالتي. بحال هكا نحلوا الليمون بحال هكا على اربعه، نتوما شو مبغاش نحل بزاف باش ما تحلش ليا. تيجي زوين، تيكون عندنا في الدار ومرقدينو على يدينا، ما فيه لا صودا لا والو، طريقه صحيه وزوينه. هاد الحامض مصيص تنحتاجو للحوت، نحتاجو للدجاج، نحتاجو لبزاف د الحاجات، الدنجان نحتاجو، المهم تيكون عندكم في الدار تستعملو شي حاجه اللي زوينه، ما تحتاج كاع تخرجي للزنقه وتجيبيه. وهذا راه حسن من ديال الزنقه، نتوما لقيتو داك الحامض البلدي حتى هو راه زوين، الحامض البلدي حتى هو زوين مخير كاع، انا متوفر عندي غير هذا هو اللي لقيت، هو اللي موجود هنايا الموسم ديالو. دابا تغلو الحامض، يمكن لكم حتى تجيبوه وتغسلوه وديروه في الشاشيات وتخزنوه كصاين في الفريكو، وقت اللي بغيتو جبدوه ليله كامله ولا غديرو خمسه سته رقدوهم، كيطيب دغيا هذاك المخزون وترقدوه. صافي، هنا خواتاتي قراعي بعد ما غسلتهم، هادو تنشريهم بحال هكا عامرين بالزيتون وتنخزنهم بعد ما غسلتهم ونشفتهم مزيان من الماء. صافي، الملحه الكافيه ها هي الملحه حتى هي شفتوها. صافي، تنجيب غندير هنا باش يطيح الملح، يطيح هنا لداخل، كندير عشقة الملح بحال هكا شتوها هي، نعاود ندير بحال هكا. المهم الملح هي اللي تطيبو، متتخليش هاد القشرة تكون مارة، الملح هي تطيب لينا الحامض ديالنا. صافي، وتنستف يطلع هداك الحامض مستف في القرعة. المهم هانتوما شوفو، شوفو البنات المبتدئات، كنوجه البنات المبتدئات، نزاحم بالقرعه باش ملي غنسد نعاودش نحل. صافي، هنا خواتاتي نشوف شتو، ملي تنورك بحالك وتوركو بحالك تيهبط داك الماء، هانتوما شتوه، نتمنىكم تكونوا شتوه. المهم صافي، ضروري من البلاستيكا بحال هكا غذائيه مزيانه. صافي، تنكرز عليه بحال هكايا وكنقلب بحال كشتو هانتوما. صافي، تنديرو في واحد المكان، المهم انا غادي نكمل معاكم عاد نوريكم كيفاش هانتوما شتو. انا غنجيب القرعه الاخرى، الطريقه الثانيه حتى هي غنوريها لكم ان شاء الله، الطريقة الثانية هي غنوريها لكم حتى هي سهلة، نفس الطريقة اللي درنا اللول، نعمرو الحامض ديالنا بالملح مزيان بحال هكا شتو،
حتى هي بحال قشطه. الملح اللي طاحت لي لهنا الزون عمرو بها الحامض ديالنا. شتي هي جاتني ثلاثة لتحت. مازال غنزيد منه وغادي نغسلو ونشفو ونديرو في البلاستيكات ونلوحو في الكونجيلاتور. زوين هو الحامض زوين بزاف. تيبقى عندي طول العام. شوفو نتوما نهبطو بحال هكايا مزيان. نزيد فيها واحد الحامضة. دائما نفس الطريقة. شوفو حاجة ما تضيع الملح حتى هي راها غير خليتها هنا باش ما تضيعش ليا. ونورك بحال هكا شفتو. المهم انا غنجيب صافي هنا خواتاتي هي الطريقه الثانيه قلت لكم. الماء من الروبين دافي، نتوما طيبوه من قبل وخليوه تيدفى دافي الماء ماشي طيب ماشي شتو. غنزيد عليه بحال هكا الزيت شتي. هذه هي الطريقه يعوم عليه الزيت من الفوق، الزيت يعوم على الماء من الفوق. دي الطريقه الثانيه. نتمنى من الله توصل لكم الفكره. ودائما دائما البلاستيك دائما بحال هكا. نتمنى من الله الطريقه تكون واصله لكم مزيان. صافي بعد ما هنايا صبت خواتاتي هاد القراعي، هاد القراعي غنديروه في واحد المكان مظلم ونخزنوهم ما نوصلوش ليهم مده شهر شاشيات ولا ميكات كحلين واللي متوفر عندكم اللي متوفر نديرهم في شي بلاكار مظلم ونخزنوهم. هذاك البلاكار مره ونديرو لهم هكان نحركوهم بحال هكا صافي. مره ونحركوهم مره ونحركوهم ما يطرى ليهم والو. انتوما شفتو بحال هكا نديرو لهم. نتمنىكم تكونوا فكره وصلت لكم بحال هكا. غندوز نوريكم الطريقه الثانيه. غنحتاج العصاره، غنحتاج هادو باش غادي نخزن فيهم هاد الليمون الحامض. راه زوين تعصروا وديروه في هاد المكعبات وتحتفظوا به وقت اللي احتاجيتو. بغيتو تغسلوا به الدجاج، بغيتو ديروا به شي شرموله، بغيتو ديروا شي مكعب في الماء وتشربوه. المهم زوين البنات احتفظوا بالليمون، ليمون الحامض. هاد الوقت راه موجود بحالو بحال الليمون، احتفظوا به راه زوين. نعصر الليمون نعمر هادو ندخلهم يجمدو نسوسهم ونعاود تاني نعصر حتى ندير واحد الصبيره كبيره ونسد عليها ندخلها في الكونجيلاتور فين ما بغيتها. نجبد منها مكعب ولا جوج للاستعمالات ديال الكوزينه، او ممكن نديرو في كاس الماء ولا يطرط الماء مكعب واحد ونشربو. المهم انا غادي نعصر الليمون وغنوريكم. صافي الليمون كلشي عارف يعصره، حامض نعصرو. هنا البنات صافي انا غادي ناخذ الليمون اللي عصرت كنجيبو هنا تبارك الله شحال زوين. بحال هالطريقة اخواتاتي نتمنى الطريقة تكون واضحة لكم ونتمنىكم تجربوا الطريقة. المهم انا غادي نستمر بحال هكا وهنا غنقول لكم بالسلامة. هذا هو الحامض ديالي، نتمنىكم تجربوه ان شاء الله طريقته زوينة. نحيد واحد العظيمات. المهم طريقته زوينه وغزاله، وانتم غير شجعوني اخواتاتي
وشكرا لكم بزاف على التعاليق اللي تخليو ليا، واي واحد تتابع القناه ديالي تنشكره بزاف. تنشكر خوتي وخواتاتي وشكرا لكم، وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد. وشكرا لكم، لي لايك لي لايك لي لايك، بارطاجيو مع العائله والاحباب، وشكرا لكم.